تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل. ليلى، يعني ماذا عن تداعيات هذا القرار رفع الدعم عن المحروقات؟ تداعيات هذا القرار هي تنعكس على الشارع الآن. المشاهد، صحيح أننا اعتدنا في الأسابيع الماضية والأشهر الماضية أن نرى طوابير وزحمة غير مسبوقة للسيارات على محطات المحروقات، ولكن ما يحدث اليوم وما حدث بالأمس لم نرى مثله في التاريخ اللبناني. الآن عند بعض المحطات التي لا تزال تفتح أبوابها، علما أن هناك العشرات من المحطات التي قالت بحسب النقابة أنها لن تفتح أبوابها، خاصة بظل عدم وجود تسعيرة موحدة. هناك تسعيرة على سعر 3900 ليرة، وهناك تسعيرة يجب أن تكون جديدة بعدما أعلن الحاكم حاكم مصرف لبنان رياض سلامي عن تحرير أو رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي لم يعد يستطيع أو لم تعد تستطيع هذه المحطات تسعير صفائح البنزين والمازوت. إنما تلك التي فتحت مشاهد غير مسبوقة، بعض الأشخاص يتحدثون عن طوابير كبيرة لم يسبق أن علقوا بها، ومع ذلك هم مصرون على الدخول وتعبئة المحروقات، علما أنه لن يكون لغالبيتهم أي دور في تعبئة المحروقات. إذن بداية انعكس الأمر على المواطنين الخائفين الذين لن يستطيع بمقدورهم شراء المحروقات إذا ما تم رفعها أو تحديدها على سعر صرف الدولار، وهو ما بين 13 و15 ألف ليرة، أي ما يعني ما بين 260 ألف و 360 ألف ليرة. وهذا بحد ذاته يعني أنه المواطن الذي يحصل على راتب أو الحد الأدنى من الراتب الآن بات يوازي أو سيوازي راتبه حوالي 3 صفائح من البنزين. هذا واحد. أيضا الأمر انعكس في أماكن أخرى. هناك فقدان وشح لمادة المازوت، وهذا ما ينعكس على القطاعات. بعض المستشفيات كانت تستغيث بالأمس وتقول أن لديها بضع ساعات فقط كي تقفل، ولكن عادت وحصلت على المحروقات من السوق السوداء. كذلك الأمر بالأمس في الشمال، أعلنت هيئة أجير وهي هيئة الاتصالات الرسمية عن انقطاع أو أنه ليس لديها محروقات كي تقوم ب فتح السنترالات، وبالتالي هي تعتمد فقط على كهرباء الدولة التي لا تأتي سوى ساعتين أو 3 ساعات، وهذا يعني انقطاع خدمة الاتصالات عن غالبية أو هناك مناطق في الشمال تنقطع عنها الاتصالات والإنترنت. كما ذكرتي مطار بيروت أيضا انقطعت الكهرباء من المطار، ولكن عادت وأعيدت هذه الكهرباء. اليوم هناك اجتماع لاتحادات النقل، بالطبع سترفض رفع الدعم لأن ذلك كما ذكرت سيؤثر على سعر صفيحة البنزين والمازوت للسيارات والباصات، وهذا ما يعني رفع تسعيرة النقل والتنقل للمواطن الذي ليس بمقدوره أيضا التنقل عندها من بيته وإلى عمله. أيضا المدارس، هيئة أساتذة التعليم يعني أعلنت أنها ستتوقف عن العمل بسبب رفع الدعم عن المحروقات. طيب نعم. يعني كل هذه التداعيات، لماذا فقط سيتم عقد اجتماع من قبل اتحاد النقل البري في لبنان إذا كانت كل هذه القطاعات متضررة من هذا القرار؟ يعني هناك اجتماعات كما ذكرت لك لهيئة أساتذة التعليم الثانوي بالأمس أعلنت أنها ستتوقف اليوم. أكثر قطاع متضرر هو قطاع النقل. قد يكون للمواطن العادي إمكانية لربما بأماكن معينة لشراء أو تحمل كلفة هذا الارتفاع أو رفع الدعم، ولكن بالنسبة للنقل البري في لبنان لا يوجد نقل عام، وبالتالي المواطنون يعتمدون على النقل الخاص وهو النقل البري، أي سيارات التاكسي وباصات والفانات وما إلى هنالك من وسائل نقل هي خاصة وليست عامة. وبالتالي إذا تم رفع صفائح البنزين والمازوت ورفع الدعم، هذا يعني أن التعرفة ستزداد، هذا يعني أيضا أنها ستنعكس على المواطنين الذين لا يستخدمون السيارات وليس لديهم أي وسائل نقل خاصة. ولكن أود أن أشير أيضا أنه بالأمس كان هناك اجتماع وزاري في السراج
الرأي الحكومي لوزراء الاقتصاد الطاقة وشؤون الاجتماعية للبحث في البطاقة التمويلية. رفع الدعم كان يفترض أن يترافق مع إقرار البطاقة التمويلية، ولكن نحن قربنا من العام على البحث في البطاقة التمويلية وحتى الساعة لم يتم إقراره. هناك غضب من المواطنين على المسؤولين وعلى الوزراء الذين لم يستطيعوا حتى هذه الساعة، مع العلم أن لبنان لا يتجاوز عدد سكاني 4 أو 5 ملايين نسمة. فإذا أين هي المشكلة؟ هل المشكلة هي في تمويل البطاقة التمويلية؟ هل المشكلة اليوم في تعداد من يستفيد من هذه البطاقة؟ هناك نقمة على هؤلاء الذين لم يستطيعوا بعد حتى الساعة إيجاد بديل للمواطن اللبناني الذي يعيش كل هذه الأزمات. من بيروت مراسلة الغد ليلى خليل، شكرا جزيلا لك.